النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا للحكايه ديت لكم كل الناس، يعني هو رسول الله سبحانه وتعالى كريم. وبعدين يعني من غير ما اخش في تفاصيل مين الاسم السيده ومين اللي بعتت الهديه او الاكل يعني، لكن الخلاصه كلها ان هو لما لقى رد الفعل من زوجته في البيت صلى الله عليه وسلم وقدام اصحابه، وانتبهوا كلكم مش للستات انا بتكلم، انتبهوا انا بتكلم على الرجاله يعني، ما انت قلت الكلام اللي في نفسك بقى، فانا هتكلم اللي في نفسي. فلما حصلت راحت يعني ستنا راحت ضربة الوعاء اللي فيه الأكل، وقع اتكسر قدام الصحابة، وحتى جه على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. طب هو قال ايه؟ أنا متصور إن أي حد مننا، وطبعا إحنا ما نجيش حاجة خالص يعني، كان ممكن يبقى رد فعله، لكن هو قال كلمة جميلة جدا نتعلم منها، الكلمة اللي أنا في بدايتها، قال ايه؟ غارت أمكم، غارت أمكم. يعني بيقول للصحابة والناس المشاهدة الرد اللي انتوا شفتوه ده والتعامل اللي ممكن تكونوا مش حاسين انه فج جدا، قال لهم غارت أمكم، يعني ده رد فعل لغيرتها يبقى مقبول. لو الزوج بقى عارف كده وفي فرح ولا في مناسبة ولا في الشغل ولا في أي حاجة، يطبطب عليه ويخلي باله يعني يخلي باله كده، ولما يحصل حاجة يعني يطول باله يعني ياخدهم في جنبه ويسكت يعني كده. فهو الفكرة دي نقطة مهمة جدا، إن إحنا وده مسؤولية البيت يعني، ما أنا بكلم معاكم كأهلي بقى، ويوم جميل زي ده كأسرة بنتكلم.